يعتلي منبرا ثقافيا رائدا. تشهد الساحة الثقافية هنا في استراليا إبداعا عربيا على كافة الأصعدة، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن يترك الأدباء العرب بصمتهم فيه. حينما يمسك الأديب ريشته ويضع دم قلبه مدادا ويرسم لوحة بعمق الحياة. نشاطات ثقافية عديدة تحضرها الجالية العربية بمختلف مكوناتها، عراقي، لبناني، سوري، مصري، أيا كان، نشاط ثقافي كبير وحضور جميل جدا من الجالية العربية. وبين القصيدة والقصيدة يجري مقابلة، وبين المقابلة والمقابلة يعالج كتابا بالنقد والتحليل. فرصة انه نجي ونحتفل مع الكتاب والشعراء العراقيين والعرب ونشوف المهارات الاخوان من غير الجنسيات العراقية. وعلى هذا الصعيد احتفى المثقفون هنا في استراليا بتوقيع الديوان الجديد للشعر أنطوان القزي، والذي جرى تحت خيمة المركز الثقافي الاسترالي وسط حالة من البهجة سادت الأوساط الثقافية والأدبية. مثل ما النخيل ببغداد بيعصر كمام الغيم بين دجلة والفرات، ومثل ما الياسمين الشامي بيروي بردة من عطر الحفافة، ومثل ما عكا بتلوح للصيادين وبتقلوا لبحر غزة سنرجع يوما، نحن بسدني اليوم منكتب بحرف أدموس. نتمنى النهج الثقافي يستمر. أنا أخذت هالخطوة من اللي سبقوني، وإن شاء الله اللي بيتبعوا كمان بيأخذوا الخطوة، لأنه نحن بحاجة إلى الثقافة والخطوات والمداميك الثقافية. فراشة لا تشبه الفراشات، ويتساءل الشاعر في سونامي يحرق الماء، أليس الصمت من ذهب؟ لأجيبك نعم، إن الصمت من ذهب في محراب الشعر. 28 قصيدة يهديها إلى زوجته وأولاده الثلاثة، فهم الرذاذ الذي أطفأ جمر هجرته. حفل التوقيع هذا جرى بحضور شخصيات عربية واسترالية وممثلين عن السلك الدبلوماسي ومثقفين تفاعلوا مع إرهاصات الأدب العربي والذي يتألق دائما في بلاد المهجر. قناة العراقية أحسين تركي.